حل طريق عليها يا جماعة. حرب حرب هاي هاي أنتوا عندي عمي. الله أكبر. قضية بناء منظومة العدل، قضية تحرير هذه الأمة من طغيان الاستعمار والاستبداد. إني خادم لهذه الأمة، أبحث عن حريتها، أنادي من أجل حريتها، وسأقضي وسألحق برب العالمين وعلى حقوق. الله أكبر. وألقاكم وأرجو أن لا أكون قد نسيت أي كان. أشكرهم وأحييكم جميعا. تنظيمات وأخرج الجزائريين كنت الجزائريين في مختلف الجزائر. كما أذكر أن في سجون النظام ما زال نشطاء وما زال محتفلون. اسمعوا خلاص سلموا عليه. يحيى سمير صافا واش راه لاباس عليك؟ راك مليح؟ الحمد لله. واش راكي؟ لاباس عليك. الحاجة كي راهي الحاجة؟ بارك الله عليك. بخير الحاجة؟ لاباس عليك؟ بخير لاباس عليكم؟ صباح حمزة والله لاباس. بخير متهلي في الحاجة؟ بيان سير. ما شاء الله عليك.
هاي هاي سميرة حيات وهاي رجعت ما شاء الله. ما هاي سميرة رجعت. ربي سمى هذا. هاي سميرة رجعت. ولي هاي ما شاء الله عليها. ولي علينا. هاي تحسنت والحمد لله. ولي علينا. ولي علينا. ما ترفعش سميرة. ولي علينا. ما شاء الله. رجعت الكرم. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. هذا واش كان واش. ما شاء الله عليك. السلامة. عايشة هذوك الصور ساعات تستعملي فيها واش راك لاباس بخير واش راك لاباس عليك بخير الحمد لله ما شاء الله عليك الله يبارك فيك اهلا وسهلا يعطيك الصحة هذا العالم انا اللي باش ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك سامي اللي نحافظ عليه بيان سور تاخذ صورة معك تفضل 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 ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك اهلا سي عاصم ورافع واش راك اه والله مرافع حكم فيه ولا حكم فيه ما شاء الله ما شاء الله بخير عمر ما شاء الله ما شاء الله هذا اليوم قضاء مستقيم نعطي لكم وطن مستقر ما شاء الله عليك فضيلة اهلا وسهلا اهلا وسهلا ما شاء الله عليك الله يبارك فيك الله يبارك فيك بارك الله فيك يعطيكم الصحة ما شاء الله عليك يبقى فيك ما شاء الله استاذ اهلا وسهلا الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله إياكم من القنوات المأجورة برك هذا مكان إياكم من القنوات المأجورة إياكم من القنوات المأجورة المأمورة إياكم ثم إياكم سليمان شد شوف ما شاء الله أنا في أصلي إنسان حر ربي يبارك إن شاء الله والحرية التي أسلبت مني أعيدت إلي والأمر يشبه تماما الذي يسرق لك أموالك ثم يعيدها إليك ويعتقد أنه من عليك بأي شيء لم يمن علي أحد وإن كان هناك من من علي بهذه الحرية اليوم والذي زادني على حريتي حرية أكبر هو الشعب الجزائري فأحيي الشعب الجزائري في كل مكان في كل مكان شعب الجزائري في الداخل وإخواننا الشعب الجزائري كله في المهجر كلهم الذين وقفوا إلى جانبي وأكثر من بومالة هناك القضية الوطنية هناك الجزائر أكبر منا جميعا ما أنا إلا جزء بسيط من هذا الشعب متمسك بحريتي وأكثر من ذلك أنا لا أقبل حتى فكرة البراءة لأنني في الأصل بريء وحالتنا تشبه حالة يوسف عليه السلام كان بريئا من كان الذئب بريء من دم يوسف ولكن يوسف لم يبرأ من إخوته ولا من إخوته الظلمة كما لم نبرأ من هذا النظام الظالم ولذلك أنا أحيي الشعب الجزائري في كل مكان وأحيي هيئة الدفاع الكريمة لطيفة محاميات ومحامين الذين رفعوا عني والذين ساندوني في كل مكان في كل الولايات بالمئات من هؤلاء هيئة الدفاع أحييهم أحيي الشعب الجزائري الذي وقف إلى جانبي في مختلف مناطق البلاد في البلديات والضوائر والولايات على مستوى القطر وفي الخارج وأحيي أيضا كل اللجان التي ساندت الموقوفين والمعتقلين والتي دافعت عن حريتهم والتي طالبت بإطلاق سراحهم كلهم وكذلك لا أنسى النشطاء في كل مكان لا أنسى الطلبة في نضالهم الدائم والمستمر لا أنسى كل العائلة الجزائرية محور الثورة الشعبية في الجزائر هو العائلة الجزائرية أبعد خالتي خالتي بايا شكرتها في اثناء المحاكمه شكرتها بل ابلغتها تحياتي كلها اذن انا احيي الجميع خاصه منهم الذين يؤمنون بالجزائر الذين يؤمنون بشرعيه الشعب الذين يؤمنون بدوله القانون والعدل الذين يؤمنون بالحريه نحن الحريه نحن العدل نحن التغيير والشعب هو المستقبل أما النظام فهو الماضي ولا يمكن لأن يتعايش الماضي مع المستقبل وأشكركم جميعا الله أكبر بارك الله فيك الله أكبر خذ الكمالة الله أكبر خذ الكمالة الله أكبر خذ الكمالة الله يبارك فيك الله أكبر
خذين قالوا عاد الإمام من أما سنة هذه لا تقدر بثمن. ما شاء الله إيه ما شاء الله ما شاء الله. صورها بها شوف هذه من بعد أحكي لك القصة تاع على فطور. شوف تفضلوا. أهلا وسهلا. شكرا. سمير صاحبي جوناس صافا صافا لاباس عليك كيفا بيان السلام عليكم. مشرك الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما شاء الله الله يبارك الله يسلمك ما شاء الله
السلام عليكم. السلام الله يسلمكم ويعطيكم الصحة ما شاء الله عليكم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أهلا وسهلا الله يسلمكم ويعطيكم الصحة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله مرحبا بك في دار الله يسلمك اختي الله يسلمك الله يبارك فيك الله يسلمك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يسلمك ما شاء الله عليك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تحياتي لك يا شي كبار ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نشوف كاش ما واحد خطف لي كتاب ولا حاجه ما شاء الله زعما خذوه عالمه الخفي بعد فؤاد فؤاد بعد طلعوا يشوفوا على بالي يحوس على نعطيه نعطيه طلعوا الفوق يشوف حصريه بين لمن الله يسلمك الله يسلمك تفضل الله يبارك فيك يعطيكم الصحه ربي يجاوبك الله يسلمك جيبوا لنا كابتشينو الله يسلمك لا ما تجيبش اسمع راني نفضحوا جيبوا لنا كابتشينو هذا من فضائل السجن على سمير بالعربي انه تعلم كيف يقشر تشين كان ما يقشرش تشين قال لي الليله الاخرى تشرب الخوطين هو عنده شكون تقشر له على ذيك ما يقشرش احنا معولين على روحنا فضيل يعطيكم الصحه يكثر خيركم 18 يوم في السجن دخلت للبيت حسبتهم نعم والله هو فضيل ما كانش يحب يحسب انا هو يعرف انا ما نحسبش وما نديرش الحسابات والتاويلات صراحه لكن صدقني انني كنت في الزنزانه حرا هو يعرف هو عندي شاهد معي والاخوان هو عبد القادر هنا قادر قادر تفضل ما لا اسمع الاخوان اللي كانوا معنا في العزل الجديد في سجن الحراش تفضل والله كنت حرا داخل الزنزانه وكنت حرا في سجني لانني بالاصل حر في خارج السجن يعني والقضية تاعي ما تغيرتش في الحقيقة يعني في السجن كنا نقاوم من أجل الحرية ولكن في خارج السجن أيضا مقاومتنا من أجل الحرية والحرية يعني كل لا يتجزأ أنا سعيد جدا وفخور بالشعب الجزائري وبالأحرار وبالنشطاء وبهيئة الدفاع وبكل المحامين الشرفاء وبالصحفيين والإعلاميين النزهاء الأحرار الشجعان وكل الجمعيات التي ساندت ووقفت إلى جانب العائلات وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين وأذكر هنا بأن هناك معتقلين أيضا في كثير من الولايات ما زالوا في السجون أو يتابعون قضائيا من خارج السجون وأذكر يعني وقد ودعت منذ قليل يعني منذ قليل ودعت في السجن ودعت أخي وصديقي عبد الوهاب فرصاوي من راج وودعت أيضا أخي سفيان مراكشي وصحفي المراسل قناة الميادين وودعت أخي وصديقي عبد القاسم جير الذي أنتج لقنوات جزائرية وهو صحفي أيضا وودعت أيضا نشطاء آخرين كانوا موجودين هناك بالسجن أحيي كل النشطاء وأحيي عائلاتهم وأحيي العائلة الجزائرية كل العائلة الجزائرية لأنها هي محور الثورة الشعبية البيضاء وهنا أستعيد لغتي وأتحدث عن الثورة الشعبية البيضاء التي تبدأ ولن تتوقف بإذن الله إلى أن يتحقق مبدأ الحرية مبدأ العدل مبدأ الاستقلال ومبدأ كرامة الإنسان في هذه الديار عن طريق دولة القانون دولة الحق دولة العدل ديمقراطية حقيقية السيادة فيها للشعب الشرعية فيها للشعب الشعب هو الذي يكتب دستوره الشعب هو الذي يراقب حكامه الشعب بداية والشعب نهاية الجزائر كل الجزائر بشهدائها وشعبها الحر والتحية الجزائر جزائر الشهداء الجزائر الأبدي كوفيد لالجيري لالجيري دي مارتير لالجيري دو سو بوبل militant pour sa liberté, que vive l'Algérie éternelle.
بارك الله فيك. وشربوا لهم يتغداوا يا جماعه. هذه ليكم باش تخطيوها. اسمع باش تخطيوها. قال لي اشتقت اليك. اسمع قال لي اشتقت اليك وكانه يذكرني بعبد الحليم. الله يرحمه. عمي كان لا اشتاق والله واش هذا. عديت السلطنه والله. بين النكات. الله يسلمكم. انا كنا يقدر يحكي لكم كيفاش كنا عايشين في السجن وكيفاش هو لما يتعب كي تخفوا عليه. ها والله العظيم هذه شهاده نشهدها لله. سبحان الله. كيما يقول لك تجوزت معه 3 شهور و 19 يوم عرفت فضيل فضيل الشخص الانساني الكاتب الصحفي المثقف المفكر الباحث فضيل كما نقولوا احنا الشخص العادي المتواضع المتواضع علمنا كيفاش نحزنوا علمنا كيفاش نفرحوا علمنا كيفاش نضحكوا علمنا كيفاش نبكوا في وقت لا نبكي لا وعلمنا كيفاش نناضلوا عن النضال ما نهضروش عليه علمنا حب الجزائر علمنا الحريه ما شاء الله ما شاء الله جهد عظيم ريحه زايد سمير تعلمت اللي كنت نعرفه علاش هيك مين يا الله يكون سلمك الله يسلمك عبد القادر وين راح؟ او نعم القادر حاضر حاضر اللي تقررها نمشيو فيها خلاص الواحد اللي يشد خويا كيما قال الاستاذ علي العواري على الاول راح تفضل رانا وصيصه الله يسلمكم 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 ال